محروما من الاستقدامات وبتعداد يتكون جله من لاعبي الموسم الماضي، دخل فريق مولودية سعيدة مباراة الجولة الأولى أمام ضيفه وجاره فريق شبيبة تيارت الذي تغير تعداده بنسبة 70% بعد مغادرة عديد اللاعبين واستقدام 13 لاعبا. المباراة التي أدارها الحكم بواب كانت مواجهة أيضا بين المدربين الجديدين للفريقين، العربي مرسلي من جانب المولودية وعمر بلعضوي الذي يشرف على الشبيبة. الشوط الأول شهد سيطرة سعيدية حيث توالت المحاولات على مرمى الحارس سحنون الذي عاش دفاعه ضغطا منذ بداية المباراة، ضغط أثمر هدفا في الدقيقة 41 عبر بواب الذي افتتح التسجيل للمولودية. وبتفوق أصحاب الأرض انتهى الشوط الأول. في الثاني استفاق الضيوف وحاولوا العودة في النتيجة مستغلين التراجع البدني للسعيديين، ولكن لا فراز ولا سايح تمكن من بلوغ المسعى، بل كاد أشبال العربي مرسلي أن يضيف الثاني عبر هجمة مرتدة سريعة قادها إبراهيمي وأهدرها بعدما أصابت كرته القائمة دون الشباك. المباراة استمرت على حالها إلى غاية صافرة النهاية التي أعلنت عن فوز أول مهم للسعيديين هذا الموسم، فيما تبقى الشبيبة مطالبة بالتدارك خلال الجولة المقبلة. فوز ثامن، ثلاث نقاط كانت ثامنة، ساعدنا يعني باش كما نقولوا نبدوا المشوار تاعنا. كنا متخوفين من اللقاء هذا، من هذا اللقاء يعني اللي كان لقاء صعيب مع فريق ديربي، وعرفنا بلي جيسام تاعو كانوا بيان بريباري علينا. احنا كوبير تاع دي جور ما بريباريناش زعما كومبيل فو كيما لازم، ولكن يعني الاداء تاع الشوط الاول كان اداء ممتاز. الشوط الثاني كان صعيب علينا، تلاقينا صعوبات، كانت رده فعل يعني الجانب البدني خانا. نقول الحمد لله هذه ثلاث نقاط، كان امور ايجابيه كان امور سلبيه مع فريق يعني جسمتي اللي عنده لاعبين كبار. رغم نقص التحضيرات اللي مرينا بهم، رغم المشاكل وكاع، حنا درنا ند فوق ارضيه الميدان، كنا سوليدير بيناتنا وحققنا هذا الفوز. وهذا الفوز نهدو بزاف الرئيس تاعنا مسعدي الله مريض، نطلبوا ربي ان شاء الله يشافيه. من ناحيه الاراده كانوا احسن منا، عرفوا كيفاش يستغلوا الهفوات اللي درناهم في الدفاع، خاصه في الكره الثابته وين الهدف جاء على خطأ. لكن انا نقول باللي كانت ردة فعل قوية تاعنا في الشوط الثاني، وين اون سي كومون بريسي لادفيرسير، لكن عائق الميدان شوية اثر علينا. سيتي با امبراتيكابل، مي حنايا ما ساعدناش باسكو ماشي متعودين نلعبوا على العشب الطبيعي. مي هذه مقابلة الاولى، دينا بزاف منها كما يقولك، شفنا بزاف اشياء اللي ما عجبتناش، ان شاء الله نزيدوا نخدموا عليها.